What is African rock art? ما هو الفن الصخري الأفريقي؟ يمكن أن يكون الفن الصخري مختلف كثيرا، فقد يكون لوحات أو نقوشا أو أنواع أخرى من الفن. مثل هذا النوع، هذا معبر عنه على ملجأ صخري، جدار، كهف، أو حتى صخرة في وسط الصحراء. يمكن أن يكون الفن الصخري بأي حجم.